مرتبك اللي ملوش اي 30 لازمه مضيعه لي على الخامات والمراجع اللي عمال تقرا لي فيها للصبح. انت ازيك عنده مرسيدس وفيلا وفي حته تانية خالص، ولا انت مش واخد بالك ولا ايه يا دكتور؟ لا ابتديت اخد بالي يا دكتور. مصطفى، مصطفى انا اسف. ولا يهمك يا شيرين، انا بحبك قوي يا مصطفى وانا بموت فيك. انا اسفه بجد، ما كانش اسفيش وانا بموت فيك قوي. طب انا بالنسبه لك ايه؟ علاج لكل حاجه، تكملي فيها كل حاجه ناقصه يا شيرين. يعني تقدري تقولي كده معلقه سكر في كوبايه مره؟ معلقه واحده بس. طب ما كتير كتير قوي. انا كل ده يا بطيتي. يلا روح شغلك، خد بالك من نفسك وسوق على مهلك. محفظته فيها الاوراق اللي تخصه، بس ما فيهاش اي حاجه تخص البحث. تمام. ده حقك. بس مش ده اللي احنا اتفقنا عليه يا فؤاد بيه. ما تبقاش طماع قوي كده يا حسين. انا عوض لك، اصل جات كتير قوي. انا عايز افهم سعادتك، احنا محجوزين هنا ليه دلوقتي؟ جرى ايه يا ناس؟ هو خير ان تعمل شر ان تلقى؟ يعني هيتباركوا بينا يا خالتي العيال؟ ما انا قلت لك انت هتودينا في داهيه ما صدقتنيش. زغراتي بقى بطلوا رغي طولة لسان، انا كل شويه اقطع ورق. بقول لك ايه يا سعاده الباشا، ما ينفعش تروح الحريم وتكلبشني انا والباقي في ده. لا طبعا ما ينفعش. المهم دلوقتي الجدع اللي احنا جبناه سايح في دمه ده لسه عايش ولا مات؟ انا مش مطمئن خالص، واختفاء مصطفى ده مش طبيعي ابدا. اكيد اكيد جرى له حاجه. انا هتجنن يا بابا. يعني هيكون راح فين؟ ويعني ايه قفل تليفونه كل ده؟ احنا لازم نبلغ البوليس. هو اخد ضربه على راسه بقى لحد، ورغم ان الجرح مش كبير لكنه غائر، وده تسبب في فقدان الذاكره. ده غير بقى الحروق السطحيه على وشه. العنايه الالهيه بقى تدخلت وانقذتهم للموت، رغم ان الرصاصه جايه جنب قلبه بالظبط. هيا قول لي، هم دول اللي اعتدوا عليك؟ أنا مش فاكر حاجة، مش فاكر اسمي أصلا. اكتب يا ابني. عمرنا نحن، أمجد الغمراوي، وكيل النائب العام، بإخلاء سبيل المتهمين، بضمان محل إقامتهم، لعدم استيفاء الأدلة، وأقفل المحضر في ساعته وتاريخه لحين ورود معلومات أخرى. استني يا أختي والنبي، عايزاكي دقيقة بس. خلصونا يا اخوانا، ايه بقى التراخي ده كله؟ يلا يا هيبه يا بنتي. حاضر يابا حاضر، دقيقه بس يا باشا. طب يلا شهاني، خلي الفلوس دي معاكي، الراجل اللي جوه غلبان وملهوش حد، لو احتاج يعني علبتين عصير ولا حاجه جيبيهم له، وبالمره كمان هاتي له نص فرخه تسند قلبه. انا الاثنين يا اختك هتوجع عينيك، وانت يا اختي ما تجيبي لاختك اولى. هجيب لك شندوتش سبوري بقى، سمعتي يا اختي؟ ولو حصل اي حاجه والنبي تكلميني. خدي رقم بقى. هاي بابا، عملت ايه؟ ما يعرفوش عنه اي حاجه جوه. يعني هيكون راح فين؟ ده احنا بقالنا اسبوعين قلبنا عليه الدنيا، ده احنا ما خدناش مستشفى ولا اسم لما سالنا فيه. يا بابا ده حتى عربيته ما لهاش اثر. يا بابا اتصرف، الله يخليك اعمل حاجه، رجع لي مصطفى عشان خاطر الله يخليك يا بابا. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. خد جنيه اهو يا ام فاروق، يبقى لي عندك مر. جنيه يا نصابه، جرايه بيت، انت اتمرجعتي قبل كده كتير. خلي قلبك ابيض. لا انا قلبي بيجي ساعه الفلوس ويبقى شبه الطينه. حاج ما تجيش تتمرجع يا اختي، كفايه الدنيا ما رجعهاش شمال ويمين، هتبقى انت وهي على رأيك. الو، الجدع اللي انتوا جبتوه خد اذن بالخروج ولحد دلوقتي ما حدش جه خد. انت ايه اللي خرجك من المستشفى يا ابني؟ هما اللي مشوني. يعني ما انتش فاكر اي حد من قرايبك، معارفك، حبايبك؟ انا مش فاكر اي حاجه. طب قول لي، طيب انت اكلت حاجه؟ طب انت يعني معلش في دي الكلمه، ما فكرتش هتعمل ايه او هتروح فين ولا تيجي منين؟ والعمل يابا هنسيبه كده ولا ايه؟ العمل عمل ربنا يا بنتي. ما تيجي ناخده معانا، يلقط رزقه في اي شغلانه وهو نبقى كسبنا فيه ثواب. خايف الواد ده تكون وراه مصيبه، تنطنا كده ولا كده، واحنا مش ناقصين. لا يا عم رضا، مش عايزك تقول انا خايف، ولا الخوف يخش قلبك طول ما انا موجود جنبك يا عم رضا، بس انا باكد لك
ان الواد ده وراه مصيبه. مصيبه لما تشيلك وتغورك من هنا خالص يا بعيد، ده انت قرفتنا. طب بالعقل كده يا مستمعين، واحد لقيناه مضروب بالنار ومرمي جنب الترعه وسط الزباله، هيكون ايه يعني؟ عريس البحر. اول حاجه يا بقف تقولها تنخشش في الدنيا. ما تقعدوا عندكم لحد ما يظهر له ايه؟ اهو نكسب ثواب فيه يابا، يعني نبقى لا بنكسب فلوس ولا حتى نكسب ثواب. اسمع يا عم رضا، الكلام ما تعشفايف، انا حريمي ما تكشفوش على رجاله غرب، كده الواد ده رجلي مش هتعدي في البيت. رجلي بطيتي. امال اللي قعدوا فين يا اخويا؟ تكونش عايزنا نحجز له في المينا هوس مثلا، ولا عايزنا يعني نرميه في الشارع لكلاب السكك يا مدهول انت؟ انا هوضب له العشه دي، مات فيها ياخد باله كمان من البضاعه. عشه ايه؟ هو فرخه؟ انتوا سيبوه ويجي يبات عندي، او انا جابت معاه في العشه هنكاكي سوا. وده مين ده راخ؟ ده بقى صلاح الجمال، تاجر خرطه ربط من شبرا، جنن الحكومه والحكومه جننت لحد ما طفش منهم وجاء هجر هنا. الخير على قدوم الواردين، اهي بشايره هلت اهي يابا. انت هتفتح هنا يالا ولا ايه؟ في ايمن بيه؟ هم اعداء النجاح لحقوا بلغوك ولا ايه؟ ده انت كويس، هتعرف اسمي وتعرفني كويس.